وسهلا بيكم الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية. اليوم مش نحضر مع بعضنا فينونسي اوزاموند بطريقة ما فماش ما اسهل منها، يجيكم بنين مرتوب يعمل 66 كيف. يلا تابعوني نشوفوا مع بعضنا طريقة تحضير الفينونسي متاعنا ان شاء الله لليوم. نبدأ بسم الله بالإنغريديون متاعنا للوصفة متاعنا إن شاء الله اليوم. عنا 4 أبيض أذم على تمبيراتور أمبيونت، لازم يكونوا بدرجة حرارة الغرفة، 130 غرام سكر بودغ، ما نجموش نستعملوا السكر العادي في الوصفة متاعنا لليوم، 100 غرام لوز أبيض مرحي، مغرفتين مليانين فارينة الدقيق الأبيض. عنا لهنا الشوكولاتة ولا تستعملوا بيبيت شوكولا انتم المتوفر عندكم في الدار، وعنا 100 مليليتر بوغ نوازيت باش ناخذوا توا ابخي 120 غرام من الزبده الحيوانيه باش نحطوها على الغاز باش نوريكم كيفاش نحضروا البوغ نوازيت. كما تشوفوا لهنا خليناها تغلي على الغاز، النار لازمها تكون ناقصه. وقت اللي طلع على الحليب هذيك الكوش البيضه من فوق نحيوها الكل لين نتحصلوا على الليكيد هذايا، ونخليوه داب ما يغلي شويه ونطفيو عليه نخليوه يبرد. باش ناخذوا توا النواشف الكل اللي هما السكر المحور واللوز اون بودغ والفانيلا باش نغرب لهم بطبيعه بالباهي. توا الزبده نتاعنا حضرت خليناها بردت شويه باش نصفيوها خاطر يبدا فيها التروف كحله هكا في القاع من اللوطه، دونك صفيتها المره الاولى. لهنا حطيتها في الكيس هذا باش نوريكم بالضبط اللي هي جات 100 مليليتر، دونك انتم ذوبوا ابري 120 غرام زبده باش تحصلوا على 100 مليليتر. زدت صفيتها مره اخرى، هذه الريزولتار ردوا بالكم تحرقوها، الكولور يزم يبدا هذاك هو معناها دوغي غامق شويه ما اكثرش سينو راهي تتحرق. دونك توا ناخذوا النواشف اللي غربلناهم قبيله ندخلوهم في بعضهم بالكدا بالكدا بالكدا. توا باش نزيدوا الشوكولاته، معرفش شنو يسميوها هذه، نخلطوها توا مع النواشف بالباهي. فوالا توا باش نزيدو توا لي ليكيد باش نبداو ناخذو الأربعة أبيض أعظم باش نزيدهم قطرات من روح اللوز. إذا كان ماهوش متوفر عندكم ماهوش أوبليغاتواغ، مي هو راو جوست يعزز النكهة متاع هكا اللوز. كي طيبوا حاجة هكا باللوز أون بودغ ماذا بينا نحطو فيها قطرات باش تجيكم هكا النكهة متاع اللوز واضحة في لي جاتو إلا في الفينونسي. فوالا دونك تاو باش نبداو نزيدو بشويه بشويه الابيض اعظم، دونك نزيدوها على مرتين ولا على ثلاثه مرات ونخلطو بالكدا بالكدا هكا كتجينا اسهل. كملنا حطينا تاو الكونتيتي الكل نتاع الابيض العظم، خلطناه بالكدا بالكدا. تاو باش نبداو نزيدو الزبده، الزبده يلزمها تكون دافيه لهنا، احنا باش نخليوها تبرد دونك لوطون احنا خلطنا العظم والدنيا الكل، دونك هي تكون هكا دافيه شويه. دونك نبداو نزيدو بشويه بشويه، ردوا بكم نزيدوها كل ما بعضها خاطر فما العظم، دونك تزيدوا بشويه بشويه فوالا وتخلطوا.
الخليط نتاعنا احضر كما تشوفوا توا، ما بقالنا كي باش نحطوه في البوش هدوي باش تسهل علينا. واذا كان ما عندكمش البوش تستعملوا المغرفه والا تصبوا بشويه بشويه، فوالا باش تسهل عليكم ما تتبلبصش الدنيا والكل. توا باش ناخذوا القالب السيليكون هذا المزيان، دهنتو كل بالزبده، وعندي القالب هذا زاد الميتال كيف كيف زاد دهنتو بالزبده، هذيك خاص باللي فيلونسي الكل. وباش نحطو بشويه بشويه الكونتيتي هكا، باش هكا ما نعبيوهش للاخر، نخليو شويه ابين هكا من الفوق فارغه من القالب، خاطر هي باش تطلع الفوق راهي من بعد باش تنفش شويه. دونك اذا بيكم ما تعبيوش القالب للاخر، سهله بسيطه ما فيها حتى شيء. تحضر لكم في 10 مينوت، تحضيرها يكون معناها في 10 دقائق ما يشدش برشا وقت. دونك فوالا سهله وبنينه اون بلوس على الاخر على الاخر. حالة الفورة على 160 درجة من فوق ومن لوطا، تقعد ميم با اونتر 15 و 20 مينوت ماكسيمومها انت والفورة متاعك، ميرا ابارتير من 15 مينوت يزمك تتفقدها. هي ديجا مش تبين لك، ماهيش يعني تبين هكا ديب، ما تولي هكا دوغي بالشكل هذا من فوق. دونك سافا تخرج الفينونسي متاعك. ريحتو فيوحة في الدار، ريحة اللوز ما نحكي لكم. شوفوا ليك المنظر، شوفوا ليك البنة، خليته هكا برد، نحيتو من القالب. ماذا بيكم تستعملوا قالب السيليكون خاطر ساهل في كي تخرج الكعبه وتقعد لك كمزيانه ما تتفرعسش الكل. التري يعمل 66 كيف ولا الحقيقه، حتى القالب الاخر زاد راهو ماهوش خايب، معناها باهي، وتتشوفوا الكعبه تخرج زاد مرتوبه، امورها مريقله فوالا. باش نزينوها توا شويه، خذيت هنا 50 غرام شوكولاته، زدتهم مغرفتين نتاع ماكله زيت نباتي، ذوبتهم في الميكروواند، وباش نحطوهم كما تشوفوا حاجه هكا للزينه تعطيهم منظر اخر. ذوب زيد شوكولا بلون زيد باش نزين بها كيف كيف بنفس الطريقه. وعندي شويه بيستاش وشويه بيستاش هكا كعب وكونكاسي، دونك زينت بيه بنا الحقيقة وخفة وتحضر فيه ساعة ما تشدش وقت، زادا ما تتكلفش برشا. حاجة الحقيقة نودكم وما نشهيكم. هكا نكونوا كملنا غصيتنا لليوم. ما تنسيوش كالعادة لايك على الفيديو، ابوني عشان يوتيوب، نستنى لي كومنتير متاعكم. مرحبا بكم الناس الكل وصحة وبالشفاء.